المقابلة كانت في المتناول ديالنا، ربما كيبان لي كاع الناس اللي تفرجهم، فمقابلة ما كانش صعيبة واخا الملعب رغم الظروف وهذا، ولكن مقابلة الخصم ديالنا ما كانش في المستوى المطلوب، ضربة جزاء ربما الحظ، وحتى البيتاني اللي ضيعوا ذاك الأخ ربما مقابلة كانت فاصلة من سهلة، بالأخص النتيجة ديال كوت ديفوار كانت كتهمنا بزاف اليوم، لو كان المنتخب ربح واحد 75% ربما كأس العالم متكلفه ليه. ردة في الحقيقة بغينا نربح ولكن أجتي وقع في جميع الفروق، نتمنى إن شاء الله النصر، المهم تصدمنا بهذه النتيجة ديال اليوم، إن شاء الله نتمنى الحد، هادشي اللي غنقدر نقول. الخطأ اللي وقع في الماتش هو لي شونجمون ديال المدرب، ما دخلش اللعابه ديال البطوله، ما عطاهمش الثقه، كان عطى الثقه لاونازم بلاصه طنان بلاصه كارسيلا، ونتمنوا الخير في المباراه الجايه ان شاء الله. صراحه ضيعنا الفوز، كانت ثلاثه نقاط كانت في الجيب، ضيعنا كيف ما كتشوفوا ضربه الجزاء اللي ضيعها حكيم زياج، كذلك التغييرات ما كانوش في المستوى، لان كون التغيير اللي خاصو يعطي واحد الاضافه، كنلاحظوا انه دخل ثلاثه دار ثلاثه ديال التغييرات ولكن حتى شي واحد ما عطى اضافه صراحة ضيعنا ثلاث نقاط اللي كانت غتزيد غنكونوا حنا متصدرين للمجموعة ولكن للأسف ما. بالنسبة للمقابلة، المقابلة كانت فواحد المستوى لا بأس به، هادشي اللي كنتمناو، كنتمناو يكون منتخب في مستوى ياك مع هذا المدرب الجديد، وكنتمنى لهم الحظ السعيد المنتخب الوطني باش يقول الكلمة ديالو إن شاء الله في المستقبل. تبقى الكرة هي الكرة، وخص المسائل دائما ما تردناش للوراء، خصنا نبقاو دائما في نحاول محاوله طيبه، لان الكره هذه الرياضه هي هذه، ما غادي تقول لها ما بطبيعه الحال ما يمكن يقال، صافي هذا ما يمكن يقال. خويا هذه الفرصه الاخيره زقلوها، عندهم ماتش ديالهم، زقلوا جوج بيوت، واش غادي نقول لك، الحظ ما عندهمش والدراري ما كانوش في المستوى هذاك اللي بان لي انا، هذا هو اللي عندي انا.